مع محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم المنصة الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في توقيت الساعة 10 مساء إلى الساعة 11. هذه تحياتي لكم من القلب اليوم، تحية من اليد مصافة حوفية دائما وأبدا إن شاء الله عبر أثير ألف ألف أف أم. محمد غازي صدقة في برنامجكم الرقم واحد في عالم المستديرة المنصة. وعشان البنزين ما يخلص والحلقة اليوم مولعة نار من بدري، خلينا نروح على القطار. عناوين المنصة. لجنة الاحتراف تستمع لآراء رئيسي الهلال والنصر. أجنبي وظهير محلي بديلان لشيفو. الشباب يحبط الوحدة والاتفاق يعبر الخليج. عقد السميري مهدد بالإلغاء في الشباب. عقد السميري مهدد بالإلغاء في الاتحاد. لجنة التحكيم الرياضي يقضي عقد العويس مع الأهلي وينقضه. حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد العناوين. أكيد طبعا أرحب أيضا بأولا بفريق عمل المنصة، الأستاذ عايض الدهاس مسؤول الإعداد، وكذلك أيضا بالسوشيال ميديا المميز أمين بارجة، كلاهما مميزان في الحقيقة، وعبد العزيز السحيم أيضا الليبرو في برنامج المنصة ومخرج حلقتنا اليوم. خليني أرحب بضيوف الكرام، كل من الأستاذ بدر عقيل من صحيفة هاتريك، هلا وسهلا فيك. أمس عليك أخوي محمد، وعلى الأستاذ عايض الدهاس وسهلا بليز السحيمي، الأستاذ أمين بارجة، وضيفنا العزيز الأستاذ وليد عمر. الأستاذ وليد عمر من صحيفة النادي، هلا وسهلا فيك. حياك الله أخوي محمد، ورحب بطاقم العمل جميعا، وأخوي بدر، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف كذا على المستمعين بإذن الله. طالت الغيبة يا وليد، يعني لنا فترة طويلة كذا وما التقينا، وأنت من الأسماء المميزة اللي تضفي نوع خاص على طاولة المنصة. الله يعطيك العافية أخوي محمد، وتعرف ظروف العمل. الله يقويك يا رب إن شاء الله. طبعا خليني أقول لكم أرقام الرسائل عشان تشاركونا في حلقتنا، أكيد على STC 851040، موبايلي 66301، زين 70-13-13. وبإمكانكم أيضا ترسلونا رسالة المنصة للي حاب يشارك صوتيا، يرسل كلمة المنصة مباشرة على الرسائل وإحنا نأيد الاتصال فيه من خلال حلقتنا اليوم. لجنة الاحتراف تستمع لآراء رئيسي الهلال والنصر. تبدأ لجنة الاحتراف التابعة على إدارة العمليات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد الاستماع لآراء الأطراف ذات العلاقة في القضية التعاقدية للاعب عوض خميس لاعب فريق النصر، والذي وقع عقدا احترافيا مع نادي الهلال قبل أن يتراجع عنه ويجدد ارتباطه بناديه. وقالت المصادر أن اللجنة التي يترأسها المهندس طارق التويجري طلبت من الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الحضور إلى مقر اللجنة لأخذ رأيه في القضية، كحال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الذي تسلم طلب الحضور، إضافة إلى اللاعب عوض خميس وغرم العمري وكيل اللاعب الوسيط السعودي ووكيل أعمال لاعبين أيضا كذلك. وأضافت المصادر أن لجنة الاحتراف ستكشف عن قرارها فور نهاية الاستماع لكافة الأطراف، حيث أكملت في الأيام الماضية دراسة كافة الأوراق المرفوعة من جانب الناديين، وينتظر أن يمنح اتحاد القدم الأطراف المتضررة من القرارات أحقية الاعتراض أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. وكان عوض خميس 28 عام استغل دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع نادي النصر ليوقع عقدا جديدا مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات في 9 فبراير الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد 12 يوم من توقيع العقد، وفضل تجديد ارتباطه بالنصر ل3 سنوات في 21 فبراير، الذي حدث طبعا وأحدث ردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي. تقدم الهلاليون بشكوى رسمية ضد نادي النصر، واللاعب عوض خميس قابلها الأخير طبعا بخطاب طلب فسخ عقده مع الهلال لتستمر الأحداث. ويتقدم النصر قبل أيام بشكوى رسمية ضد غرم العمري واتهمه بالتغرير باللاعب. لماذا يبت في قضية عوض وهناك قضية شائكة إلى الآن؟ سؤال لك بدر.
شوف أول شيء قضية اللاعب عوض خميس طبعا من تخصص لجنة الاحتراف. أما قضية محمد العويس فهي تابعة لمحكمة التحكيم وكلاهما مفصولين عن بعض. أما بخصوص قضية عوض خميس أنا والله استغرب حاجة واحدة، لجنة الاحتراف للأسف هي محتاجة للجنة تراجع عمل لجنة الاحتراف. قضية عوض خميس نفس قضية اللاعب سعيد المولد، أوكي، هل سعيد المولد لما راح التحقيق راح الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي وراح الأستاذ إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد للتحقيق؟ يا جماعة أرحموا شوية عقول الناس، تمام؟ مشكلة بين اللاعب واللاعب وقع لناديين، كلام جميل. أنت أول شيء تجيب اللاعب وتجيب وكيل اللاعب، تمام؟ وكيل اللاعب طلع وقال إنه اللاعب وقع لنادي الهلال بحضور اللاعب. لما وقع للنصر ما كان الوكيل موجود، معناته اللاعب وقع بدون علم وكيل أعماله، تمام؟ أنت في هذه الحالة أنت تطلب من اللاعب ومن وكيل الأعمال هم اللي يتحقق معهم، كما فعل في قضية سعيد المولد نفس القضية، ما فيها أي اختلاف، قضية متشابهة. أنت ليش تطلب رؤساء الأندية على أي أساس؟ ما يجي لا رئيس نادي الهلال ولا رئيس نادي النصر، أنت تجيب الوكيل وتجيب اللاعب، تسمع من جميع الأطراف وبعدها تطلب أنت جميع المستندات. أنت إيش أنت كلجنة احتراف إيش العقد اللي وصل لك أول يا محمد؟ أنت وصل لك عقد نادي الهلال واللاعب كان لاعب حر، وأنا أقول لك القرار لجنة الاحتراف حتثبت قرار عوض خميس لصالح نادي الهلال. أنا أعلم الشيء هذا وأنا عارف إيش اللي حيصير لأنه هذا الصح. نادي الهلال مشي مع اللاعب طريقة نظامية والكل طبعا شاف طريقة التوقيع، نعم. ما فيها أي يعني أي صراحة يعني ما في أي شيء غير قانوني في توقيع اللاعب، ولكن أنا استغرب من لجنة الاحتراف. أنت تطلب رئيس نادي النصر ورئيس نادي الهلال على أي أساس؟ يا رجل أرحم عقول الناس والله العظيم. بالعكس الشيء اللي قاعد يصير في لجنة الاحتراف والله العظيم شيء مؤسف مؤسف مؤسف. هل رئيس لجنة الاحتراف اليوم حضر جلسة الاستماع؟ حسب المصادر اللي عندنا أنه أو عندي شخصيا أنه عادل البطي هو من حقك في مع عوض خميس. فين طارق التواجري رئيس لجنة الاحتراف؟ حتى تصريح احنا ما شفنا الرئيس لجنة الاحتراف طارق التواجري أي تصريح. أنا أحب الرجل هذا وأقدره وأحترمه وأجله، ولكن للأسف بداية غير موفقة من رئيس لجنة الاحتراف. وليد، العقوبات المنتظرة في نظرك بالنسبة لقرار عوض خميس؟ والله أنا أعتقد أنه حيتم منع نادي النصر من التسجيل لفترة انتقالات قادمة وإيقاف اللاعب لمدة لا تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر مع تغريمه ماديا. كلام جميل. وهذا الشيء للأسف يعني في قضيتي العويس وفي قضية عوض خميس كذلك في النهاية الضحية المنتخب السعودي، لأنه هو أحوج الناس للاعبين بقيمة هؤلاء. نعم، قضية العويس اللي طبعا اليوم كان فيها يعني امتعاض كبير ربما من الشارع الرياضي بأكمله، وكذلك أيضا يعني في 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 طريقة إبطال العقد بالنسبة للعويس، طبعا أبطلوا العقد الأول وقبلوا بالعقد الثاني بالنسبة للاعب. في نظرك هل القرارات إلى الآن موفقة بالنسبة للجنة؟ شوف محكمة التحكيم أو محكمة التحكيم محكمة يعني. التحكيم هي حتحكم على الأشياء اللي قدامها، ما حتحكم على كلام إعلامي أو كلام اللاعب في وسائل الإعلام أو أحد رؤساء الأندية، تمام؟ لجنة محكمة التحكيم عفوا شافت جميع المستندات، في الأخير اتضح لمحكمة التحكيم أنه في الأخير ما في تفويض لماجد المرزوق رئيس لجنة على فكرة الاحتراف. في سؤال يدور في بالي، أنت بتقول ما في تفويض له، طب كيف ما في تفويض له وهو الآن موقع عقد مع الصليطين كان قبل فترة تقريبا، أو الصليهم عفوا، بدر الصليهم صح؟ مظبوط، اللي هو لاعب نادي الشباب. وأنا أقول لك هذه الورقة أخفيت من سبب أطراف داخل الاتحاد السعودي، لأنه طبعا ما في أي داخل الاتحاد السعودي ولا داخل نادي الشباب؟ لا داخل الاتحاد السعودي، لأنه ما في أي مدير احتراف يا محمد يجرؤ ويوقع مع أي لاعب من راسه. يا أخي احنا يعني والله احنا قاعد نضحك على بس بدر، شوف هذا كلام انت بتقول اخفيت، معناته انت عندك مصادر تتحمل مسؤولية كلامك. انا اتحمل مسؤولية كلامي. فالمشكلة انه يعني سؤال، هل مدير الاحتراف في نادي الشباب يفوض يوقع على اتفاقية وفي رسائل مثبتة من النادي الاهلي؟ يا جماعة النادي الاهلي اثبت كل شيء على الملأ على وسائل الاعلام
على التلفزيون، على جميع القنوات، رسائل اس ام اس، مراسلات بين المحامي الاستاذ وليد معاذ وبين احمد بامعوضة وبين احمد المرزوقي. يا رجل كل شيء واضح وكل شيء يعني باين على الملا لجميع المشاهدين. ولعلمك العويس هو الرابح الاكبر. اول شيء العويس الان رافع قضيه طلب فسخ عقده مع نادي الشباب تمام، وخلال ايام طبعا حيبث فيها الاتحاد لجنه الاحتراف حتبث في القضيه. اللاعب مستند على مواد نادي الاتحاد، عفوا نادي الشباب اصدر بيانات انه ما هو رغبه في اللاعب، واصله تاريخ نادي الشباب اكبر من اللاعب، ونادي الشباب ما هو في حاجه اللاعب حتى نهايه الموسم. فالرابح الاكبر في هذه القضيه هو النادي الاهلي واللاعب محمد العويس. تقريبا بعد 26 يوم حتنتهي جميع مشاركات نادي الشباب، ما حيكون عندهم اي تمارين. يحق للاعب الالتحاق بالنادي الاهلي وحيلتحق طبعا بالمجان، سيعتمد عقد اللاعب الثاني تمام اللي هو كلاعب هاوي، ومن ثم طبعا النادي الاهلي حيحول عقد اللاعب الى عقد محترف. وليد تتفق في نفس الجانب اللي ذكره بدر ولا تختلف معاه في نفس الراي؟ والله انا اتفق معاه في اجزاء كثيره، وبما فيها انه الاهلي هو الرابح الاكبر بحيث انه حياخذ اللاعب بشكل مجاني. واذا وجهه نظرك هل صحة الانباء هل الاهلي يعني الحق معه ام ضده كما ذكروا انهم ابطال عقد العقد الاول؟ والله انا اعتبر الاهلي معاه حق، لانه طالما هناك ثغرات في اللوائح فهي ستستغل لا محاله من اي طرف سواء الاهلي او غير. كلام جميل. سؤال بس على انا بسالك وبسال المستمعين كلهم، يعني انا عارف ان الناس اللي تتابع البرنامج هذا ناس واعيه. انت وجه سؤالك للمستمعين لانه انا يمكن ما جاوب فما حد جاوب. اي انا وجه السؤال هذا للناس العاقله اللي تفهم كوره بالعربي. نعم. مدير الاحتراف، مدير الاحتراف محمد، انت مدير احتراف حتيجي توقع مع بدر عقيل او مع وليد عمر بدون علم رئيس النادي، بدون علم اعضاء الشرف، بدون علم ترى نادي الشباب كيان، هذه فيها غرامه اساسا. يعني مدير احتراف يا محمد، يا محمد يجي مدير احتراف في نقطه وليد فعلا مثير، هذه فيها غرامه، فيها غرامه. يعني صح حدثت كذا من الباب بتاع كلامك اخويا بدر. نعم. حدثت مع ماجد الخيبري مع معتز تنبكتي في الاتحاد. أي. انه تم التوقيع دون علم وكيل الاعمال. نعم. وغرفه فض المنازعات حكمت لصالح الوكيل في قضيه ماجد الخيبري مؤخرا ب 195 الف ريال غرامه على نادي الاتحاد. احنا ما نتكلم عن، يعني احنا نتكلم انه نادي الشباب يقول لك والله احنا ما عندنا علم، وانه والله ماجد المرزوقي ما عنده تفويض و و و احنا يعني انت سال عبد الله البرقان له تغريده وقال انه التفويض لمدة سنة والتفويض مفتوح، وأي أي أي عقد يجينا موقع عليه إحنا حنعتمده. لما طلع القرار وغيروا في القرار وقالوا والله ما في تفويض، الدكتور عبد الله برقان بنفسه حذف التغريدة، كان حاططها في حسابه في تويتر. طيب حنتكلم في تفاصيل كثيرة، ولكن حناخذ فاصل قصير، فاصل وحنرجع ثاني مرة أكيد حناخذ الرد من المختصين، وطبعا أكيد حيكون معانا بعد الفاصل مباشرة القانوني علي عباس مباشرة بعد الفاصل للبدء في قضية العويس وعوض خميس. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل. أكيد طبعا نرحب معانا بضيفنا القانوني الأستاذ علي عباس. هلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا بكم ومرحبا بضيوفك الكرام. الله يبارك فيك حبيبي. أول شيء نتشرف بإطلالتك وتواجدك معنا على طاولة المنصة بالرغم من أنك سمعي بالجوال، ولكن خلينا ندخل في الموضوع مباشرة، موضوع اللاعب عوض خميس ما بين الهلال والنصر. أيه. وضع الامتعاض نصراوي على لجنة الاحتراف، هل في نظرك اللجنة قانونية؟ والله شوف، هو بالنسبة لعوض الخميس يعني المسألة لازم تفصل، يعني بالنسبة للاعب راح يتعاقب، أكيد أنه اللاعب راح يتعاقب بين 4 أشهر و6 أشهر، يعني هذا مسألة ثابتة ولا خلاف فيها. فيما يخص نادي النصر، صرحت حتى عديد مرات من قبل، قلت أنه نادي النصر لن يعاقب بالمنع من التسجيل لفترتين، لأنه لا يدخل في إطار إمضاء عقد مع لاعب في الفترة الحرة، لاعب لم يدخل بعد في الفترة الحرة مع نادي الهلال، لم يبدأ عقده، فالنصر لن يعاقب بالمنع من التسجيل. بالمقابل نادي النصر سيكون متضامن لدفع غرامات لنادي الهلال مع اللاعب عوض الخميس إذا ما قام نادي الهلال بقضية أمام غرفة فض المنازعات يطالب فيها بالتعويض على كامل قيمة العقد المبرم مع عوض الخميس
فأكيد إنه نادي النصر سيكون متضامن في الخلاص. هذا يعني مجملا ما يمكن إنه يصير في قضية عوض الخميس. تتوقع أن هناك عقوبات مالية ستفرض على الناديين أو على اللاعب؟ والله شوف، على بالنسبة لللاعب راح يتعاقب خطية مالية وبس، بس أكثر قيمة أكثر غرامة هي طلب تعويض من طرف نادي الهلال. يعني اللاعب راح يدفع مبالغ كبيرة بالتضامن بطبيعة الحال مع نادي النصر. نعم. خصوص نادي الهلال، يعني أنه تجاوز قيمة العقد والسقف الأعلى، فأكيد أنه في دائما غرامات على كل نادي يبرم عقد فيما يتجاوز الحد الأقصى، ولكن في كل الحالات هو عقده لم يبدأ بعد، وبالتالي الغرامة لم تغير شيء بالنسبة لنادي الهلال، بينما أكبر متضرر هو اللاعب عوض الخميس ماليا ورياضيا بعقوبة انضباطية. كم متوقع ممكن تكون الغرامة أستاذ علي؟ الغرامة المسلطة تعويضة، الغرامة المالية، نعم أقصد التعويض، سيكون بكامل قيمة العقد على عوض الخميس. بكامل قيمة العقد؟ كامل قيمة العقد. ربما سيترتب عليه مبالغ مضاعفة أم كامل قيمة العقد فقط؟ لا، كامل قيمة العقد مع ما قام نادي الهلال من دفعه من عمولات للوسيط. كلام جميل. لكن النصر يكسب اللاعب ويعاقب؟ اللاعب يكسب اللاعب، هو اللاعب معه، بس اللاعب راح يعاقب. نادي النصر لن يعاقب انضباطيا، نعم، ولكن سيكون متضامن بخلاص ودفع غرامات التي ستسلط على لاعب عوض الخميس من طرف غرفة فض المنازعات. كلام جميل. بالنسبة لوكيل أعماله اللي هو غرم العمري، الآن طبعا ربما يفرض عليه كذلك غرامات بسبب أنه طبعا ألقيت عليه تهمة التغرير باللاعب. للأمانة يعني الوسيط يمكن أن يسأل في حالة واحدة، نعم، وهي وإن كان هو على علم يعني بمفاوضات اللاعب وحضر معه مفاوضات مع نادي النصر، فأكيد أنه يعاقب. ولكن ما دام الوسيط لم يحضر مفاوضات مع نادي النصر ولم يكن حاضر في إمضاء وإبرام العقد من طرف اللاعب للعقد الثاني، فالأكيد أن الوسيط لا يعتبر مسؤول باعتبار أنه أشرف على عقد واحد لا غير أبرم أثناء الفترة الحرة. كلام جميل. نغلق ملف اللاعب عوض خميس، خلينا نروح على ملف اللاعب محمد العويس. لماذا تم منع تسجيل العويس للأهلي في نظرك؟ منع عادي جدا، هذه فما اتفاقية انتقال وقع إبراما بين نادي الأهلي ونادي الشباب، أمضى عليها مدير الاحتراف دون أن يكون له تفويض كتابي. يعني هذا إجراء شكلي لا يمكن يعني أن نستنتجه بقراءة واقعية مثل تصريحات نادي رئيس نادي الشباب أو إيداع أموال بالحساب البنكي. هذه قراءة لا وجود لهذا التفويض الكتابي، غير موجود بالملف، بالتالي يكون ملف ناقص ويقع إبطال هذه الاتفاقية مع إبطال العقد الأول الذي أبرمه العويس مع نادي الأهلي بمناسبة الاتفاقية. مدير الاحتراف اللي هو ماجد المرزوقي تقريبا هو اللي وقع العقد كما ذكر ما بين اللاعب وأيضا إدارة النادي الأهلي في عدة ربما لقاءات كانت إعلامية. هل برأيك الآن يقول لك هو المدير الاحتراف غير مفوض؟ طيب كيف غير مفوض والآن وقع عقدين مع نادي الشباب إحداهما للاعب بدر الصليهم؟ هل يعني ذلك أن هناك ربما عقوبة تقع على مدير الاحتراف كما وقعت طبعا الأرقام المالية اللي شاهدناها، ولكن الآن في ورقة هي المختفية هي سر هذا الفيصل، في نظرك إلى أين ستحدد العقوبات؟ وهل للأهلي بعد 6 شهور عقد اللاعب يحق له؟ شوف، حتى نتفق بالنسبة لمدير الاحتراف نادي الشباب، هذه مسألة واقعية لا نتحدث قانونا، أتحدث واقعا. يستحيل أن يكون قد أبرم عقد مع نادي الأهلي دون أن يكون بتفويض من نادي، ولكن وقع إخفاء، هذا أكيد أنه في تفويض كتابي لم يقع تقديمه، لأنه مستحيل مدير احتراف راح يتفاوض ويبرم عقد بقيمة مالية كبيرة واللي لاعب يعني لاعب منتخب دون أن يكون فيه يعني موافقة من رئيس النادي. هذه مسألة صعبة جدا، ولكن مثل ما ذكرت لك المسألة إجرائية بحتة، هذا التفويض الكتابي غير موجود. نعم. ممكن يكون هناك تفويض في قضايا أخرى أو في مع لاعبين آخرين،
ولكن في خصوص العويز لم يكن موجود، بالتالي تبطل الاتفاقية. ولكن تبطل الاتفاقية الأولى الأول لا غير، يعني صحيح ما ورد عن طريق شو اسمه اللجنة المحكمة، محكمة كاس، محكمة التحكيم، محكمة التحكيم عفوا أنا آسف. لا هذا القرار كان في طريقه ويقابل ما توجهت به لجنة الاحتراف. نعم. ولكن العقد الثاني الذي أبرمه النادي الأهلي مع اللاعب العويس داخل الفترة الحرة، هذا العقد صحيح واللاعب العويس يكون لاعب أهلاوي بداية من تاريخ انتهاء عقده مع نادي الشباب بعد 6 أشهر أقل يبدو بعد شهر. هو الأمر من عقده 3 أشهر، باقي له 3 أشهر ثانية. أي بالضبط. نعم. طيب هل هناك عقوبات على الأهلي تتوقع؟ لا بالنسبة للموضوع الأول لا، ولكن أظن أنه هنالك إجراء وتحقيق، لأنه نادي الأهلي يعني كان يفاوض اللاعب أثناء خارج الفترة الحرة دون علم من نادي الشباب طبقا لما أعرفه على الملف، ووجود الاتفاقية بين نادي الشباب ونادي الأهلي، فهناك ترخيص من نادي الشباب لمفاوضة اللاعب العويس. هذه الاتفاقية حتى لو كانت باطلة على مستوى غياب التفويض الكتابي، ولكن مدير الاعتراف لما أمضى بها وبها بند ينص صراحة على أنه يمكن لنادي الأهلي التفاوض مع اللاعب، فاعتبر أن التفاوض كان تفاوض بموافقة نادي الشباب ولن يعاقب نادي الأهلي من أجل ذلك. من الطرف اللي تتوقع أنه حيكون عليه عقوبات، العويس أم الأهلي أم الشباب في هذا الصدد؟ لا هو إذا 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 ما هنالك عقوبات أظن أنه في قضية الفسخ يعني التي قام بها العويس ممكن يكسب القضية هذه العويس الأمانة، لأنه فسخ العقد. البيان الذي أصدره نادي الشباب كان بيان غير متزن ومتسرع، ضعيف يعني. لا هو يعني متسرع، هو ورط نادي الشباب باعتبار أنه قدم للاعب سبب جدي لقطع العلاقة التعاقدية وتغريم نادي الشباب، فاعتبر نادي الشباب أكبر خاسر وكل أطراف خاسرة في قضية العويس. نعم. أما نادي الشباب هو أكثر فريق خاسر، لأنه خسر القيمة المالية، خسر لاعب ما استفاد منه رياضيا، وبعدين لاعب قائم بقضية في الفسخ، بالتالي أعتبره أكبر خاسر في القضية هو نادي الشباب. كلام جميل. الأستاذ بدر عقيل عنده بس مداخلة مع الأستاذ علي عباس، تفضل. كيفك أستاذ؟ أستاذ علي مساء الخير. مرحبا أستاذ، تشرف. أقول لك حبيبي، هل يحق لرئيس لجنة الاحتراف بأن يطلب رئيس نادي الهلال ورئيس نادي النصر للتحقيق في قضية عوض خميس، أو يكتفي باللاعب ووكيل الأعمال كما حدث في قضية سابقة اللي هي طبعا قضية اللاعب سعيد المولد؟ هو لجنة الاحتراف لها من الآليات حتى تبحث وتتمحص وتستقرأ الملف، يمكنها التحرير على الأطراف، هذا معنى لا شيء يمنعه، بالعكس فهذا ممكن يخلي أنه لجنة الاحتراف راح تتخذ قرار بالاعتماد على أسس وبالاعتماد على تمكين كل الأطراف من حق الدفاع ومكافحة الأطراف بعضهم مع بعض، يعني بالعكس هذا يكون في صالح أن يكون القرار مؤسس فيما بعد على مستوى الواقعي والقانوني، يعني ما في منع. ولكن نظاميا هو المفروض يحقق مع اللاعب ووكيل أعماله، بس في عقوبات يمكن تترتب على الناديين، يعني والمسألة تهم كذلك نادي النصر ونادي الهلال، فالأكيد أنه لازم أنه يبحث مع نادي النصر أو من يمثله قانونا، ومع رئيس نادي النصر أو من يمثله قانونا في هذا الموضوع. نعم. الموضوع ثلاثي الأبعاد، يهم الناديين كذلك. نعم. شكرا. طيب سؤال بعيدا عن هذه القضيتين، وإحنا يمكن آخر سؤال وتعبناك معنا، إحنا نعرف. الله يبارك فيك، ولكن أنت بالك وسيع إن شاء الله وتعطينا الإجابة. سؤال لنادي الاتحاد، هل يحق للفيفا بأن يهبط نادي الاتحاد إلى دوري أندية الدرجة الثانية بسبب النواحي المالية؟ لا لا لا، شوف التنزيل قانونيا، لا تنزيل نادي للدرجة الدنيا لا يكون إلا كمرحلة ثانية، كعقوبة ثانية مشددة على العقوبة الأولى، بمعنى أنه نادي مثلا يقع منعه من التسجيل أو خصم نقاط في مرحلة أولى. نعم. ثم يمنح النادي 30 يوم، إذا ما قام بالتسديد بعد العقوبة وبعد 30 يوم يكون العقوبة فيما بعد هي التنزيل للدرجة الأدنى. يعني يحق للفيفا تهبيط نادي الاتحاد؟ لا قل لما أقول هذا. نعم. قلت أنه نادي الاتحاد في صورة أنه هنالك عقوبة على نادي الاتحاد بخاصة مثلا 3 نقاط،
حلو. ولا لم يقم بالتسديد فيما بعد في نفس القضية. يكون التنزيل الدرجة الدنيا، يعني التنزيل الدرجة الدنيا يكون عقوبة ثانية في نفس الوضعية ونفس القضية وبين نفس إذا الأفضل. إذا لم يتم السداد في خلال 30 يوم بعد العقوبة الأولى. بعد العقوبة الأولى بالضبط. كلام جميل. في نفس الوضعية. بنفس الوضعية. إيه يعني لا يمكن إنك تصلت العقوبة هذه الفيفا، لا يمكن تصلت العقوبة مباشرة على النادي في أي قضية، لا يجب تبدأ بالتدرج، عقوبات متدرجة. نعم. إما المنع من التسجيل وخصم النقاط كمرحلة أولى، ثم كمرحلة ثانية يكون التنزيل، بس يكون في مرحلة ثانية. الأستاذ وليد، أستاذ علي عباس القانوني الدولي، طبعا شكرا لك تواجدك معنا في برنامج المنصة. شكرا. الله يبارك فيك. بس عندي توضيح أخوي محمد. نعم. زي ما ذكرت لك قبل قليل، يعني حتى المحامي مستغرب، بيقول لك كيف نعم مدير الاحتراف يوقع مع لاعب بدون علم نادي. هذا الشيء اللي أنا كنت أقوله وما زلت أعيده وما زلت أقول، نادي الشباب يعلم بكل تفاصيل قضية العويس، ولكن إيش اللي حصل من الأطراف اللي كانوا في القضية، إيش هدفهم من تعطيل الصفقة، العلم عند الله. وليد تعليقك في الجانب، سمعت كل التفاصيل، أعتقد صافية وافية. طبعا بدون شك الشباب عنده علم بكافة التفاصيل، وفي نعم. أطراف ممكن تحركوا في هذا الاتجاه، والبيان زي ما قال لك الأستاذ علي عباس أنه البيان أعطى حجة لمحمد العويس لفسخ العقد، وكان بيان متهور لأنه ذكرت فيه أشياء زي البنتلي وبعض المبالغ المالية. هذه ممسك عليك بدل ما تكون لك. طيب خلينا احنا من قضية العويس وعوض خميس، رغم انها يعني قضية ستطول اعتقد الى بداية الموسم المقبل وفيها اقاويل كثيرة. هذا ما ذكرته اخوي محمد معلش، انه الخسران الاول والاخير في هذه القضايا هو المنتخب السعودي. يجب ان تعدل اللوائح والانظمة، ولا وان لا يكون فيها ثغرات تعتمد عليها الاندية في التعاقد مع اللاعبين بهذه الطرق. شوف الثغرات موجودة في أي نظام أو قانون. صحيح. بس نحاول يعني نتفادى الأخطاء. نبغى بس على الأقل يكون عندنا 90% إحنا عارفين رأسنا من رجولنا. صحيح. بس نحتاج ل90% في القانون الرياضي لأن يكون هناك فعلا قوانين نعرف إنه إحنا ماشيين عليها، ويحق للنادي هذا وهذا اللاعب غلطان وهذا اللاعب صح. كل يوم طالعين لنا بقانون، وكل يوم طالعين لنا بنظام جديد. يعني أنا ما في الحقيقة أنا دائما أقول إنه الدكتور عبد الله البرقان الرجل عمل واجتهد، ولكن في النهاية يعني بعد ما مشي صراحة الدنيا عايمة. عايمة ليش؟ لأنه النظام اللي هو في البداية وضعه كان نظام يعني تدائي. عشوائي خليني أقول عشوائي من الشيء اللي قاعدين نشوفه الآن في الشارع الرياضي، وهذا صحيح. الآن حيخلي الكرة السعودية في دائرة يعني طويلة ما لها أول من آخر، بتدور حوالين نفسها ومش عارفة من فين تخرج الرياضة السعودية من هذه المآزق الموجودة في الأندية. أعتقد يجب كذا على عادل عزت وعلى الاتحاد بأكمله كذا يجلسوا جلسة ورشة عمل، كل واحد يفسخ شماغه ويحطه على جنب، ويا حبذا كمان لو جو بترينج كذا ويقعدوا كذا مع بعض كذا جلسة صعوبية، ويقعدوا مع بعض يواجهوا بعض ويحطوا النقاط على الحروف، ويا جماعة المفترض نغير كذا ونسوي كذا، وإلين يخرجوا بالتفاصيل هذه لمدة أسبوع كامل حسب الأنظمة، لمدة أسبوع كامل. ترى الموضوع حله بسيط جدا. الموضوع عملية اتفاق تطبيق. عملية تطبيق أنظمة، عملية وضع قوانين واضحة للشارع وللمرأة الرياضي بالكامل عشان الصورة تتضح. وعشان أول هذه الأنظمة أخوي محمد ما أقطع كلامك. نعم. بس أول هذه الأنظمة هي تحويل يعني المحترفين إلى هو. إلى هو. يعني للأسف دوري المحترفين وهو دوري كله هو. كله يا رجل. هو. بغض النظر عن هذه النقطة كابتن المنتخب عندك هاوي. والله مشكلة. بيني وبينك خلينا نروح فاصل. شوف لو نطبق القانون. حنروح فاصل يا بدر، وبعد كده نرجع نطبق القانون ونفهم إيش القانون بالضبط. ناخذ فاصل قصير وراجعين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل على السمع والتواصل عبر أرقام الرسائل على 8 STC 85 10 موبايلي 66 30 1 وزين 70 13 13. طبعا خليني أرجع وأرحب أيضا بضيوفي على طاولة المنصة، الأستاذ بدر عقيل من صحيفة هاتريك والأستاذ وليد عمر من صحيفة النادي. هلا وسهلا فيكم. الله يحييك. ينضم معنا أيضا كذلك الأستاذ فايز رجب عضو شرف النادي الأهلي. هلا وسهلا فيك أبو علي. أهلا وسهلا أبو سعود، مساء الخير لك وللأخوان بدر ووليد ومرحبا. أبو علي، ما هو موقف النادي الأهلي بحكم قربكم من الإدارة الأهلاوية في قضية العويس الآن؟ ما هو موقف النادي الأهلي بعد أن كان هناك إبطال لعقد الأول للاعب؟ والله شوف، أنا أحب أبدأ تعليقي على الموضوع برمته. نعم. أنه عندي رسالة أول حاجة للمسؤولين والناس القائمة على رياضتنا. هل هم لازم يوضحوا موقفهم؟ هل هم ماشيين بمبدأ آية الفضيلة والعدل، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، أو ماشيين ب يعني لا مؤاخذة في الخروج عن النص بآية الفساد والمفسدين اللي هو ظهر الباطل وزهق الحق إن الحق كان زهوقا. كل مين لازم يراعي ضميره. اليوم بلاش نتباكى على إنه ولدي ضرب ولدك ولا ولدك اللي ضرب ولدي أول. نعم. الأولاد كلهم في المستشفى ومنومين جراء ما يعني أشياء أخرى قاعدة بتأثر عليهم سلبيا. خلينا نربي أنفسنا ونقوم أنفسنا قبل لا يوقعوا الأندية هذه. أنا أعتبر الأندية كلها أبناء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي تابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم. نعم. فيجب على المسؤولين مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذه الرياضة هي الشيء المتنفس الوحيد اللي صار لنا في البلد. فحقيقة لو 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 أثر سلبيا هذا القرار، ترى حيأثر على أبنائك اللي هم أبناء الوطن هذه، سواء الأهلي أو الشباب أو بكرة الهلال والنصر في قضية عوض خميس. نعم. بالنسبة لقضية العويس، أنا شايف رؤية الموضوع من البداية إنه الأهلي طرق القنوات القانونية وخطب ود اللاعب عن طريق ناديه، والأهلي ترى نموذج صارم ونموذج راقي في تعاقدات مع اللاعبين. نعم. حتى لو كان في لاعب عاق من نادي معين وجاء للأهلي قال لهم أنا أبغى أنتقل لكم، ثق تماما إنه الأهلي لا يحتضن هذا اللاعب، بل يقول له روح خاطب ناديك وجيب لهم تصريح منه منها نقدر نتكلم معك، ساعتها إحنا نقدر نتكلم مع ناديك ونخطب ودك ونشتري عقدك. غير كده ممنوع، عندنا خطوط حمراء في الأهلي، وهذا الكلام معروف من عشرات السنين بقيادة صاحب سمو الملك الأمير خالد بن عبد الله، لأنه مثال حي ومثال راقي للتعامل النبيل في رياضتنا. رؤيتي أنا للموضوع من البداية إنه الأهلي موقفه سليم 100%، اتجه للشباب، اتفاوض مع اللاعب لرغبة اللاعب للانتقال للأهلي. الأخوان في الشباب وافقوا على هذا الانتقال وجيروا الموضوع لمدير الاحتراف عندهم اللي صار بالتنسيق مع مدير احترافنا والمحامي الأستاذ وليد، وقعوا الاتفاقيات وراحت للجنة الاحتراف. طبعا احنا هنا لما نبدأ الموضوع يكون مبني على النية السليمة كل الأمور تمشي، حتى لو كان في غلط، حتى لو كان في ورقة ناقصة. رفع السماعة من الدكتور عبدالله البرقان لملف الأهلي أو لنادي الشباب تحل الموضوع، يقول لهم ارسلوا لي خطاب التفويض، انتهى الموضوع. معنى لما يطلع قرار برفض ومش عارف ايش وتصعيد، معناته هنا في تصيد للمواضيع وفي نية غير سليمة. أنا ما أقدر أقول لك هي مفتعلة من الأخ عبدالله البرقان، لا، يمكن من نفس نادي الشباب غيروا موقفهم بين يوم ليلة وضحاها، وجاهم اتصال من عضو شرف داعم
غير اتجاه القضية من انتقال يشمل مبالغ معينة تم الاتفاق عليها إلى تعليق بحجة إنه الأخ ماجد مرزوقي غير مفوض. طيب هنا في شغلتين، الشغلة الأولى في حاجة اسمها تفويض، والشغلة الثانية في حاجة اسمها توكيل. زي لما تروح أنت لمثلا إدارة المرور تبغى تطلع استمارة سيارتك، تقدم الملف حقك ويقول لك والله إدارة مرور جدة رفضت تستخرج لك استمارة للسيارة عشان ما في البطاقة الجمركية. نعم. تقوم انت ايش تسوي؟ تروح لوزير الداخلية صاحب السمو الملك الامير محمد بن نايف او البرقية، تم ظلم في الموضوع هذا واشتكي لكم مرور جدة، سادة مرور إدارة مرور جدة لعدم تمكنهم من إصدار رخصة سير للسيارة. طيب كلام جميل. لما نيجي يشوف صاحب السمو يشوف الموضوع يشوف الملف يلاقي انه ما في بطاقة جمركية، هنا يعزز كلام المرور وهنا ما في مشكلة. لكن لما نلاقي الأوراق مكتملة وفي صورة من البطاقة الجمركية ما في الأصلية، يقول لهم يا جماعة روح أطلبوه يجيب الأصلي أو أطلبوا الشركة، ترى هو اشتراها من معرض ما فرقها من الشارع. طيب أنت في وجهة نظرك أنت في وجهة نظرك الآن الموضوع إلى أين؟ هو مربط الفرس التوكيل، هو توكيل ساري. أنا أعتقد أنه كل مدير احتراف ترى له توقيع في لجنة الاحتراف انه هو هذا الرجل المفوض والمخول على توقيع عقود النادي واللاعبين وتجديد عقودهم. صحيح. من بداية الموسم وذكرها الأستاذ عبدالله البرقان في تغريدة. نعم. ورجع حذفها. أيوة. تاني. نعم. نعم هذا ما هو تفويض، هذا توكيل أعطوه النادي. يعني مو كل شغلة يسويها النادي يقوم يعطي مدير الاحتراف تفويض أو توكيل بها، فهو تفويض صالح أو توكيل صالح الفعالية للموسم كامل لجميع اللاعبين ومفاوضتهم والمفاوضة مع الأندية الأخرى سواء بيع عقود أو تجديد. فهنا واضحة الأمور، يعني أنا أعتقد أنها واضحة الأمور. نعم. أنا في اعتقادي الأهلي ترى ما خسر، بالعكس الأهلي حب يفيد نادي الشباب، عشان قلت لك إحنا ما نحب الطرق المستوية، جاء من الباب ولا جاء من الشباك، حول لهم وقدم مبدأ النبالة في الموضوع وارسل لهم حول لهم الفلوس بناء على الموافقات المسبقة. ولا يمكن أصل الأهلي يقدم، يعني محمد أنا أقول لك في أرض للبيع هنا تروح تدفع 2 مليون من غير ما يجي يفرغ لك الرجال ومن غير ما يكون عندك موافقة مبدئية منه على الأقل على البيع. لا يمكن أي عاقل، يعني الفلوس ما هي في الشارع، يعني فلوس الناس كمان ما هي رخيصة. لا يمكن انه الاهلي يدفع مبالغ معتمدة على كلام في الهواء او على انه ما يمكن يجيب تفويض ولا يجيب موافقة ادارته، الادارة موافقة. فعشان كذا انا بدأت كلامي بالآية الكريمة ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ارجوكم اعملوا بها لو ذهبوا الى فيفا احتمت كاس وطلبوا واشتكوا الاتحاد السعودي بما بكامل لجانه تتوقف إدارة الوطن على بسبب ناس عاطلة، ناس ما تخاف الله، ناس قاعدة تجير القوانين على حساب مصالحها. الأستاذ فايز رجب عضو شرف النادي الأهلي، شكرا لك تواجدك معنا في برنامج المنصة. شكرا وبارك الله. وعدتني بحلقه ان شاء الله باذن الله تكون معي على الطاوله. والله تحت وعدي وانا تحت امرك يا حبيبي، انا اتشرف. نتشرف يا ابو علي، شكرا لك. الله يبارك لك، شكرا جزيلا. طبعا اكيد في تفاصيل كثيره وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل من مصادر طبعا قريبه من برنامج المنصه، تؤكد في هذا الخبر الحصري ان اللاعب عوض خميس سيتم إيقافه 6 أشهر مع غرامة 500,000 ريال، واللاعب بعد نهاية 6 أشهر من الإيقاف سيكون لاعبا هلاليا. اللاعب بعد 6 أشهر من الإيقاف سيكون لاعب هلالي، يعني القضية خسرانة بالنسبة لنادي النصر. هذا هو القرار الذي سيكون بعد فترة الإيقاف. زي ما قلت لك أخوي محمد بداية الحلقة، لأنه واضحة
وصريح. الهلال وقع أول وأرسل العقد ووثق العقد، واللاعب كان في فترة حرة. كيف ما يتجرى نادي الهلال يوقع مع لاعب ما دخل فترة حرة؟ فهمت علي؟ طيب. هذا شيء. شيء ثاني عندي بس نقطة على السريع. أنت قلت لي هي في البداية؟ قلت بداية الحلقة. طيب. عندي نقطة على السريع. نسيت إنه مصادرك أنت مضبوطة. طيب. عندي نقطة على السريع. والله العظيم أنا أعلم. الحين نادي الشباب يقول لك الأهلي خاطب العويس قبل ما يخش الفترة حرة. والله العظيم لو الأمير خالد بن عبد الله يعلم أي مسؤول داخل النادي يتفاوض مع أي لاعب قبل ما يكون اللاعب هذا حر، الأمير خالد بن عبد الله لم يبقي في النادي ولو ساعة. الأمير خالد بن عبد الله عودنا نضرب البيبان على جميع الأندية وناخذ اللعيبة بالأنظمة وبالقوانين، زي ما ذكر الأستاذ فايز رجب، ما النادي الأهلي لا يملك طريقة الازدواجية. النادي الأهلي يطرق الباب الكبير، ونادي الشباب عنده علم ويعلم على الاتفاقية، إدارة الشباب وجميع أعضاء نادي الشباب، وفي الأخير الكسبان النادي الأهلي. كلام جميل. خلينا نروح على موضوعنا الثاني. طبعا هذا الموضوع لسه حنطول فيه في حلقات ثانية أكيد، موضوع العويس عوض خميس ما يبدو لي ما حينتهي إلى الآن. خليني أروح لموضوع ثاني. الأهلي يبحث عن البديل لشيفو ولاعب محور، هل هذه الأخبار لدى مصادرك بدر صحيحة؟ نعم، النادي الأهلي طبعا دحين يبحث عن ترى في معلومة أنه في ناس كثير قاعدة تراسلني تقول لي بدر ترى مصدرجي كبير، شو رأيك في الكلام؟ ما حقدر أرد والله. اسمح لي أخوي محمد، تفضل لي. بالنسبة لأي صحفي أنا أتوقع أنه الصحافة كلها اجتهاد. الصحفي بيجتهد في جلب المعلومات من مصادرها سواء كانت رسمية أو مقربة من النادي. إن وفق فهو من الله، إن أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان. كلام اختصار. جميل. طيب بدر أعطيني من مصادرك. شوف فعلا هو النادي الأهلي طبعا يبحث عن لاعب ظهير أيسر. تمام، بدين عن اللاعب محمد عبد الشافي، وإن شاء الله في لاعب محور إن شاء الله حيكون قريب من النادي الأهلي. محلي أم دولي؟ لاعب خارجي يعني. إن شاء الله يكون محلي بحولي. طيب الوحدة والخليج على وشك الهبوط في نظرك أنت ووليد؟ وليد والله أنا أتوقع هم الأقرب حاليا. لكن ما تدري الجولات الجاية هتحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية، ممكن بحكم التقارب النقطي بين الأندية المؤخرة حيكون في تغيير في شكل الجدول في اعتقادي. الشباب عاد على حساب الوحدة، هل يفعلها ويعود على حساب الهلال؟ والله ممكن، ليش لا؟ تعرف مباراة الكلاسيكو والديربيات يعني العام الماضي اللي جلب البطولة للنادي الأهلي، أوكي اجتهادات النادي الأهلي، ولكن لا تنسى أنت تعادل نادي الشباب مع النادي الأهلي، تعادل نادي الشباب مع نادي الهلال في الرياض سهل طريق الدوري للنادي الأهلي العام الماضي. فوز الاتحاد كذلك طبعا، الاتحاد 6 نقاط طبعا، شيء أكيد ما نختلف على الكلام هذا. كلام جميل. الخبر الأخير اللي هو عقد السميري مهدد بالإلغاء في نظرك بسبب طبعا الفترتي المفروضة على الاتحاد. وليد انت في هذا الجانب يمكن مطلع، ما هي قانونية عقد السميري مع الاتحاد؟ شوف انا حديك مختصر مفيد. نعم. بالنسبة لقرار المنع لم يطبق الى الان بشكل رسمي، كون ان القضية او اصدار العقوبة استند على مستندات طرف واحد اللي هو اللاعب جيمس ترويسي. هنالك استئناف، طالما هنالك استئناف فالعقوبة معلقة. نعم. طالما العقوبة معلقة فالنادي بإمكانه أنه يسجل اللاعبين خلال فترة واحدة على الأقل إلى حين البت في الاستئناف من محكمة الكأس. طيب ما هو موقف إدارة الاتحاد من هذا العقد؟ الاتحاد عادي بيرفع عقده الآن بشكل نظامي للجنة الاحتراف وسيتم توثيقه لديها، وكذلك هنالك عدد من اللاعبين الشبان حيتحولون من هواء إلى محترفين بما فيهم حسب معلوماتي عمار النجار، أمين بخاري. هذول دخلوا الست شهور؟ لا لا، هذول بيتحولوا من هواء إلى محترفين. طيب السميري دخل في فترة الست أشهر؟ لا لا لا، اللاعب لما يكون هاوي أستاذ محمد هو هاوي؟ إيه نعم هو هاوي. هاوي إيه. كلام جميل. طيب حناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل أكيد عندنا تفاصيل كثيرة مع مستمعينا الكرام في فقرة أسأل ضيوفنا بعد الفاصل على الأرقام التالية على 012-616-1100 وعلى 011-217-885. فاصل قصير وراجعين.
حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من جديد أكيد على السمع والتواصل على الأرقام التالية على 012-61-61-100 وعلى 011-217-8585. خلينا نأخذ أول اتصال ونقول مساء المنصة. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. مساء النور، مرحبتين أختي هدى، يا هلا. سعد الله أوقاتكم جميعا. أوقاتك إن شاء الله أختي، تفضلي. بصراحة أنا بتكلم عن اللجان الاتحاد القدم. أنا أشوف يعني عندنا في حذر من الإعلام بصراحة من جهة اللجان، كل شيء يعني ما نعرف التفاصيل، كل قرار يصدر بدون تفاصيل. الآن الوزارات السيادية في البلد تعمل مؤتمرات، من أهم وزارة الداخلية تعمل مؤتمرات وتشرح القضايا اللي صارت وتشرح كل شيء. طب ليش ما يكون عندهم شفافية، يكون في شيء نستند عليه نفهم؟ يعني هذا استخفاف أصلا بعقول الجماهير. ليش ما يكون في شيء واضح؟ إذا ما عندك لائحة قول أنا ما عندي لائحة، إذا قرار بتصدر فيه نفس ما أصدر قبل خلاص أصدر فيه فترة قصيرة. هي إيش هي يعني عدة أيام؟ يعني لازم تكون فترة شهرين 3 شهور عشان تأخذ قرار وتصدر فيه أوامر أو تصدر فيه أي شيء. نعم. إذا أنت ما تقدر تحضر لوائح قول أنا ما أقدر أحضر لوائح، بس ما تخلي الجماهير كده ما تعرف ليش أنت مصدر قرارات أساسا. كلام جميل أختي، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا اختي، الله يبارك فيك يا رب. ان شاء الله ناخذ اتصال ونقول مساء المنصة. الو الو مرحبا. طيب اذكركم طبعا بارقام التواصل على 012-61-61-100 و011-21-17-85-5. خلينا ارجع لك بدر، في نظرك الاتحاد يحق له توقيع مع اللاعب قانونيا اللي هو السميري؟ طبعا يحق نادي الاتحاد توقيع مع اي نادي، ما في شيء يمنع نادي الاتحاد من التوقيع. نعم. الى الان طبعا الكل يعرف ان القضيه منظوره، نادي الاتحاد السعودي او لجنه الاحتراف ما تبلغت من الفيفا بخطاب رسمي انه يمنع نادي الاتحاد من فترات تسجيل. ممكن نادي الاتحاد حيقدم عقود اللاعبين قبل ان يصدر قراره. الاستئناف عاده اخويا بدر ياخذ يعني وقت طبعا طبعا الاستئناف ذاك الوقت حيكون القرار معلق وبامكان الاتحاد. لا بالعكس، خطوه ايجابيه من اداره نادي الاتحاد، أهني الأستاذ حاتم باعشن على هذا التميز صراحة. يعني بالنسبة لتحويل اللعيبة من هواء إلى محترفين أو تجديدات العقود تحسب لنادي الاتحاد غير خاضعة لأنظمة التسجيل طبعا. نعم. إذا حتى لو تم منع التسجيل يعني زي ما نحن شاهدنا نادي الشباب جدد مع عبد المجيد الصلاهم بعد قرار المنع. نعم. طيب حنتكلم في تفاصيل وليد، وفي سؤال طبعا موجه لك من الأخوة في الرسائل، حناخذ اتصال ونقول مساء المنصة. مساء الخير. يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ معك ظافر الشهرين من 5 جهات. يا هلا وسهلا أخوي ظافر، تفضل. أبغى أسأل الأستاذ محمد بدر عن بداله لي الهلال. طيب تفضل. شو؟ عيد سؤالك يا ظافر، ما سمعت. أقول بداله لي بوتيلي. بديل ليو. أيوه. طيب السنة الجاية بديل ليو في نظرك السنة القادمة؟ والله أتوقع الميدا. الميدا، طيب كلام جميل. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين أختي حنان. كيفك أستاذ محمد؟ كيف ضيوفك؟ يا هلا وسهلا أختي، تفضلي. يا ليت سعيد اليوم كان موجود، كان أحسن. طول لي بعمرك، بالعكس فيهم الخير والبركة كلهم. يا مو قصد يعني نقص حقهم، بس سعيد ما شاء الله يعني حظ. يعني أقول الحق رجع لأهله، والعويس ترى أهلاوي أهلاوي، وبالله عليكم يعني كنادي كشباب يعني نحس إن الأهلي يدخل في شيء يعني صعب. يا أخي الأهلي عنده خالد بن عبد الله الرمزي، يعني الأهلي ترى ما يدخل في شيء اللي حاسمه يكفي قضية سعيد مولد قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أختي حنان. طبعا في رسالة على السوشيال ميديا في تويتر يقول فيها واحد اسمه نايف العسيري، أول شيء تشرف برأيك، وإحنا هنا طبعا موجودين لأنه في النهاية إحنا منكم وانت وكل ما تذكروه في النهاية على رأسنا من فوق، ونحترم كل أراءكم لأنه في النهاية البرنامج هذا وجد لكم، البرنامج هذا لأراءكم لطرحكم للشيء اللي أنتوا تبغوه في الساحة الرياضية. في النهاية لا يمكن أنه إحنا نعلى والعين تعلى عن حاجب، أنتوا رأس المال وأنتوا في النهاية الرقم واحد للمنصة، ويكفي أنه أصبح الآن البرنامج بين البرامج الأخرى إذاعيا هو الرقم واحد والمطلب الجماهيري اللي صار متابع بشكل كبير، وهذا شرف لنا من خلال طبعا أثير ألف ألف. يقول نايف العسيري والله يا أبو غازي أنصحك بالابتعاد عن البرامج وحلقة الليلة من المنصة، واضح أنك ما أنت متابع ولا عارف شيء،
وأسماء غلط وتحامل واضح على نادي الاتحاد. أول شيء أشكرك وهذا رأيك يا عزيزي، وفي النهاية أنا لا أتحامل على نادي ولا يمكن أنه أنا أسقط على نادي مثل الاتحاد، نادي كيان كبير، وأنا واحد ممن يفتخر بنادي الاتحاد وغيره من الأندية السعودية، وكلنا هنا بجميع ألوان الأندية، ما عندنا لون واحد نمشي عليه في برنامج المنصة، هنا جميع الألوان الأخضر والأحمر والأصفر والأسود والأزرق والأصفر والأزرق والأبيض وجميع ألوان الأندية عينين في رأس، ولا يمكن في يوم من الأيام نتعدى، وبالعكس رأيك وإحنا نحترمه ونقدره، وفي نفس الوقت مثل هالرسائل يعني تعطينا حافز أن احنا نقدم المزيد من العطاء عبر طاولة المنصة والتميز كذلك بفريق العمل. خلينا نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. مساء النور، السلام عليكم. يا هلا وسهلا أخوي محمد. مساء عليكم، مساء الأخ سعيد وبدر وجميع الطاقم الرائع، ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك، شهادنا تسفيه. أشكركم صراحة، ما شاء الله عليكم، ما دائما مع الأنبياء كلهم. الله يكرمك، شكرا يا محمد، شكرا. ما شاء الله عليكم. بالنسبة لنادي الاتحاد أتمنى التوفيق إن شاء الله يحل مشاكله، ونادي الأهلي أتمنى من التوفيق في قضية العويس. نعم. وأقول خل لازم نقعد مع الأندية غدا وبعد بكرة، يعني في عندنا أربع الأندية في الأسوية، الهلال والتعاون والفتح والأهلي بإذن الله، ونتمنى من التوفيق. شكرا يا محمد. أقول للأخوان ترى برنامج المنصة أحلى برنامج وممتاز، ما في أي تعصب، وشكرا لكم. شكرا يا محمد، شكرا لرأيك، الله يبارك فيك وشهادنا تسفية. نأخذ اتصال ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ محمد بن مكة. هلا يا أبو حميد، مرحبتين أخوي. كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويسلمك، تفضل. على موضوع العويس، الآن هذا القرار اللي صدر آخر شيء يعني، ولا في استئناف ولا فيه؟ والله هذا في استئناف، في لا ما في استئناف، في قرار للاعب اللي هو طلب فسخ عقد اللاعب مع نادي الشباب. ايوه. طب ايش صدر فيه؟ ما صدر فيه. هذا لسه خلال الأيام القادمة القليلة إن شاء الله حيصدر من لجنة الاحتراف غرفة فض المنازعات، محكمة التحكيم ما لها أي علاقة في الموضوع هذا. طيب نائب رئيس الشباب ده اللي راح سوى طرزان ووقع، وهذا ما عليه أي قرار انضباطي، ما عليه شيء، هو المجد المرزوقي، وتم يعني تمت عليه معاقبة من لجنة الاحتراف السابقة. شكرا يا محمد، يعطيك العافية أخوي. عفوا. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو، مرحبا. ألو، يا هلا وسهلا، مين معاي من وين؟ سامي العتيبي من جدة، الله يسعدك. يا هلا وسهلا، مساء. يا حبيبي، برنامج هذا ولا وشو؟ برنامج يا حبيبي. على الهواء الحين؟ على الهواء انت الحين يا حبيبي. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويسلمك. اخبارك؟ يطول لي بعمرك يا رب. حبيبي بس حبيت اشارك في قضية العويس. تفضل يا حبيبي، نسمع لك. الو؟ الو؟ طيب قطع الخط على ما يبدو لي، خلينا ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. الو؟ على الهواء انا الحين؟ على الهواء انت الحين. الو؟ الو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معي من وين؟ معك صالح البلوي من المدينة المنورة. هلا يا صالح، يا مرحبا. يا لحياة الله. مرحبتين، تفضل يا صالح، أنت على الهواء. الأستاذ محمد. نعم يا حبيبي، تفضل. أنا حاسس بالكنترول اللي رد عليك. لا ولا يهمك، على طول على الهواء، تفضل. والله يا أستاذ محمد نفسي أشترك معك من أول البرنامج، عندي كلام كثير عن نادي الاتحاد وعن الأمير عبد الله المساعد، ما حينفع الحين الوقت انتهى. لا بالعكس، نتشرف يا حبيبي، ليش في وقت؟ ما عليك، تفضل. طيب أنا أبدأ من الأخير، الأمير عبد الله المساعد خرج في آخر تصريح له وقال ما أقدر أحاسب الإدارات السابقة وأرى الاتحاد في نفق مظلم، هذا كله كلام معروف، لكن اللي يهمني في الكلام يوم قال إنه الاتحادات السابقة ما أدت عملها على الوجه المطلوب. الأمير عبد الله المساعد مع احترام شديد له طلع نفسه من المسؤولية، مع إنه كان أحد الأطراف اللي هندست حكاية القرض اللي أخذه نادي الاتحاد. طيب من 2008 مشاكل نادي الاتحاد هي باينة وجميع الاتحادين ما حد راضي يتكلم فيها. كان المفروض من 2008 من أول مشكلة بانت نادي الاتحاد كانت الديون ما تتجاوز 50 و 47 مليون، كان المفروض يمنع الاتحاد من التسجيل نهائيا بالنسبة للأجانب. على الأقل السعودي عندنا مظلوم، السعودي يقعد 7 شهور يشتكي وما حد يطالع فيه ويلعب والنادي ما يجيله شيء. لكن كان المفروض من 2008 من الاتحاد من عهد الأمير سلطان بن فهد ما سوى،
سووا القرض ودفعوا العلا وطلعت غير 47 مليون طلعت 200 مليون ثانية. كان المفروض من وقتها يمنع نادي الاتحاد، لكن ايش اللي حصل؟ ادوهم وافقوا لهم على 7 مليون و 47 وتوسطوا، وكان من ضمن اللي هندسوا قرار القرض كان الامير عبد الله بن الامير عبد الله مساعد اللي فرض على الاتحاد السعودي انه يكون كفيل لنادي الاتحاد فيها، وكل هذه معروفه. لكن في نفس الوقت في نفس هذيك السنة اللي أخذ فيها القرض عشان يسدد بعض المديونات، نادي الاتحاد عن طريق إبراهيم البلوي راح اشتروا حوالي ممكن حوالي 6-7 صفقات محلية وكلها فيها شكاوي دحين محلية، واستمر من 2000 من بعدها من 2008 شوف القرارات إلى الآن ونادي الاتحاد. أحمد مسعود الله يرحمه استلم نادي الاتحاد وشرط عليه 30 مليون عشان يستلم النادي. طيب شرط عليه 30 مليون وكان الأساس أساس الاشتراط هذا إنه يكون في حل ويحاولوا يمشوا في حل قضايا الاتحاد. جاء أحمد مسعود صف الله يرحمه وجاء حسن باشر، إيش سووا؟ جابوا كمان لعيبة من الخارج ووقعوا مع السفياني. إيش الحل اللي تبغاه الأمير عبد الرحمن مساعد اللي ما سووه الاتحاد السعودي وأنت طلعت نفسك منه؟ مع احترام مع حفظ الألقاب، كلام جميل. الاتحادات السعودية مع الأمير عبد الله المساعد هم سبب رئيسي فيما يحصل في نادي الاتحاد. هذه واحدة. أنا أقول لك الكلام كثير يبغى له حلقة كاملة، وأنا وعدت إني يوم أكون في جدة حجيك بداية البرنامج. نتشرف صالح، خليك مع الكنترول بس يا ليت عشان ناخذ أرقام التواصل معك، ويشرفنا في الحقيقة يعني على ما يقولوا لما يكون في شخص عنده طرح. بدر عقيل، طبعا السؤال إنه وضع المشاركين من غدا في بطولة آسيا. طبعا أتمنى التوفيق لجميع الأندية يا محمد، إحنا نجي في البرنامج هذا وأنت تعلم هذا الشيء، إحنا ناس منصفين ما لنا في التعصب. أتمنى التوفيق للاتحاد والهلال والنصر والشباب قبل النادي الأهلي الذي أنا أنتمي له، وهذا شرف لي. بالتوفيق لجميع الأندية، والله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله ممثلين الوطن. وأعتذر لجميع جماهير الأندية إذا في يوم من الأيام غلط على أحد فيهم، كلهم على العين وعلى الرأس. وفي المنصة ما فيها غلط، وأوجه تحية إذا كان تقصد من صفحتك الشخصية، صفحتي الشخصية في تويتر. وأوجه التحية لجمهور النادي الأهلي وجميع جماهير النادي جماهير النادي الاتحاد والشباب والهلال والنصر، وكلكم على العين والرأس. شكرا بدر عقيل. وليد عمر من صحيفة النادي، شكرا لك. العفو أخوي محمد، الله يعطيك ألف عافية. إن شاء الله كنا احنا نبغاك في حلقه ثانيه، توعدنا على قدر الثقه ان شاء الله باذن الله الاسبوع المقبل هتحددها معنا. لازم تطلع مع سعيد المرمش، ما ينفع لا هو على طول يعني يطلع مع سعيد مباشره ما تشيل. طيب هذا على العين والراس ابو علي. الله يبارك فيك وانت كذلك، الله يكرمك. شكرا يا وليد، يعطيك الف عافيه. شكرا بدر، شكرا لفريق عمل المنصه. طبعا لم يتبقى لي مستمعينا الكرام سوى ان اقول اذا كان رياضه علم فهو انتم مستمعين الف الف، واذا كان لي معنا فلانني معكم من الميكروفون محمد غازي صدقه من برنامج المنصه غدا حلقة جديدة من برنامج المنصة في توقيت الساعة 10 مساء. خليكم دائما معنا على السمع، وألقاكم على خير.